فعاليات تختلف. كما استمعنا هناك شدت الألحان في الموسيقى في الحوش. أنا الآن في معرض ليوان للفن، هذا المعرض الذي يحتضن 5 معارض، منها معرض فن الخزف الذي واصل فيه الخزفون القطريون ما بدأه الخزفون الأوائل المستثمرين اللمسة العصرية وأحدث ما وصل إليه منجزات صناعة الخزف في العالم. هناك أيضا معرض رواد، معرض نهج للخط العربي والزخرفة الإسلامية، معرض جماليات قطر، معرض التصوير الضوئي. أنا هنا في هذا المعرض الفوتوغرافي الذي يعكس مختلف منشآت قطر، ومعي إحدى المشاركات في هذا المعرض الفنانة أو المصورة يسرى. أهلا وسهلا بك في ضفاف. أهلين، حياك الله. أهلا. كما نشاهد ورائي هذا هو عملك الفني، هذا هو هي الصورة التي شاركتي فيها في هذا المعرض، لو تقربين أكثر على أبرز ملامح هذه الصورة. أنا حبيت أشارك بالصورة دي خصوصا لأنه بتعكس مدى التطور اللي حصل في قطر في الفترة الأخيرة، قطر بين الماضي والحاضر اللي بنعيشه حاليا خصوصا في كأس العالم، والتطور الفظيع اللي حصل في المدة القصيرة دي من بناء الاستديومز وكل الحاجات الحلوة اللي حصلت في البلد. فحبيت الصورة، يعني حسيت أنها تعكس اللي بيحصل حاليا يعني في قطر. جميل، هذه هي إذن مشاركة الفنانة أو المصورة يسرى. شكرا لك على طلتك معنا عبر برنامج ضفاف.